فرح يعني أولى أيام عيد الأضحى المبارك، كل العالم تتوجه أنظارها ليلتمسوا هلال ذي الحجة من المرصد الفلكي السوري بدمشق. عاده الله على الجميع بالخير والبركة والصحة. التماس الهلال وأبرز الأحداث الفلكية، كل هالتفاصيل رح يخبرنا عنها لليوم ضيفنا الدكتور محمد العصيري، رئيس الجمعية الفلكية السورية. أضحى مبارك وكل عام وانت بخير. صباح الخير سالي، صباح الخير فرح، كل عام وانت بخير. صباحك ينعاد عليك الخير يا رب، ينعاد عليك فرح بكل الخير يا رب. دكتور، قبل ما نفوت بالتفاصيل وكل الاستفسارات يلي حاملينها، خلينا نعرف كيف بيتم التماس الهلال. تمام، القمر بيدور حول الارض، بدوران القمر حول الارض بيعكس جزء من اشعه الشمس، هذا الجزء اللي بيعكسه القمر من اشعه الشمس بيخلي القمر يظهر للارض باطوار. نحن نبدأ الأشهر الهجرية مع أول طور من أطوار القمر يلي هو الهلال. أول ما يبلش القمر بعد ما يخرج من الخط أو المستوى المستقيم ما بين الشمس والأرض بيظهر كشعرة في السماء. قديش حجم الشعرة؟ هيك كتير رقيق. هذه الشعرة اسمها تولد الهلال. الهلال بشكل عام بداية الأشهر القمرية ترتبط تماما برؤية ومشاهدة هذا الهلال، سواء بالحسابات الفلكية، بالرؤية العينية، بالرؤية التلسكوبية من المرصد. كل هاي العوامل بتساعد على تحديد بداية الأشهر القمرية. برمضان، بشوال، بذي الحجة دائما لازم يكون مرتبط بداية هذه الأشهر ومناسكها، يعني العبادات المرتبطة فيها، بالتماس ورصد الهلال. طبعا مع بداية أو بالأحرى نحن ب 28 الشهر القمري نبدأ عملنا، بنرصد الهلال الأخير للشهر القمري قبيل شروق الشمس. إذا شفناه نعرف أنه نحن عندنا لازم ثاني يوم ما ينشاف، وبالتالي بتتم العدة. إذا ما شفناه نطلع 29 الشهر القمري، بنرصد الهلال، منتابعه، منصوره، منوثقه، لأنه منظره كتير حلو. يعني هو حتى كظاهرة فلكية ممتعة جدا. رصد الهلال مو بس هي خلينا نسميها عملية شرعية أو واجب ديني، لا، وهي أيضا عملية فلكية ممتعة جدا، وفيها من التقنيات وفيها من الصبر وفيها من الدقة الشيء الكثير. عشان هيك الناس العادية لما تطلع معنا بتتعذب لحتى تشوفه بالتلسكوب والقصص. فنحن بكل شهر قمري منقوم بالتماس وتصوير الهلال لحتى ندخل الشهر القمري بشكل دقيق، بشكل علمي، بشكل مدروس. بنرسل البيان طبعا للمجلس العلمي الفقهي في سوريا في وزارة الأوقاف، اللي هو يعلن متى بداية الأشهر الهجرية في بلدنا. هذا الشيء مرتبط بظاهرة فلكية هي دوران القمر حول الأرض. لولا هذا الدوران ما كان عندنا أشهر قمرية، لولا هذا الدوران ما كان عندنا أعياد، ما كان عندنا هالظواهر كلها الممتعة. فتخيلوا قديش القمر، هذا القمر اللي نحن دائما نتغنى بجماله، قديش عم يقدم خدمات جليلة مجانية ومجانية للبشرية. أهم خدمة بيقدمها هو صد النيازك على فكرة. يعني القمر هو درع الفارس يلي بيحمي الأرض من ضربات النيازك والمذنبات. عشان هيك بنشوف على سطح فوهات عديدة، لولا هالفوهات على سطح القمر كان كسرت لعنا. تخيل. تمام. نعم دكتور محمد، يعني يمكن نحن عامة العالم بلا تلسكوبات شفنا القمر له شكل جميل، يعني أحلى من الأيام أو الأشهر يلي سبقته. فخلينا نحكي عن أبرز الأحداث الفلكية يلي كانت بالأشهر السابقة، شو كان تأثيرها على الأرض، وعن جد كان القمر، يمكن ما بعرف لأنه يمكن عم نستقبل عيد الأضحى، كان له شكل حلو كثير. تمام، القمر خلال الفترة الماضية مر بمراحل اقتراب شديد من الأرض، فكان عندنا ثلاث حالات للقمر العملاق بأشهر مختلفة. هذا الشهر بدأنا بظواهر ممتعة جدا جدا جدا، وهي دعوة سالي فرح أنه حتى أنتم تراقبوها، لأنه فرصة كتير كتير حلوة. مع غروب الشمس من اليوم ممكن نلاحظ باتجاه الغرب تماما بعد غروب الهلال والقمر. اليوم القمر يعني عالي مرتفع في السماء، لكن مع غروب الشمس تحديدا حنلاحظ باتجاه الغرب نقطتين واضحتين تماما. النقطة الأولى أو حنظن أنه النجمة هي كوكب الزهرة، وفوق تماما نقطة حمراء صغيرة يا دوب عم نشوفها، هو كوكب المريخ. الاحتفال الأول رح يكون بالعيد هو وجود الزهرة والمريخ بحدث كان مقترنين سابقا، يعني كم يوم كانوا مقترنين، اليوم ابتعدوا عن بعض لكن صاروا واضحين بشكل كتير حلو. أنه نطلع أطفالنا ونقول لهم هذا كوكب الزهرة، هذا الكوكب الجميل جدا، توأم الأرض، الزهرة الذي يرتبط بالهلال. لما نزين نحن بأعيادنا منزين هلال ونجمة، هي النجمة هي كوكب الزهرة، نجمة الصباح ونجمة المساء.
نجمة العشاء عند الشعراء، لأنه دائما تظهر قبيل غروب بعيد غروب الشمس أو قبيل شروق الشمس. ومع الساعة 9:30 إذا اتجهنا باتجاه الشرق، طبعا الغرب موجود عندنا الزهرة والمريخ، بالشرق بيطلع عنا المشتري وزحل. نعم. أيضا مشتري لامع جدا، فحيكون على يميننا إذا حطينا الشمال أمامنا، يميننا نجم لامع هو كوكب المشتري، ويسارنا نجم ألمع هو مو نجم، هو كوكب الزهرة، باحتفالية كأنه عم يشاركوا لنا الكواكب الأربعة باحتفالية. فهي فرصة نحن كفلكيين بننتهزها برصدهم، يعني بيوم واحد فينا نرصد أربع كواكب، وأربع كواكب من أجمل ما يتم رصده، وخاصة هلأ بسوريا بعد ما امتلكت ثاني أكبر تلسكوب بالوطن العربي بتقنيات متطورة جدا وبتجهيزات جدا متطورة، رح نلاحظ جمالية هالكواكب. اليوم فعلا نحن عم نسلط تلسكوباتنا على هالكواكب، نشاهدها، نشوفها، نجيب الأطفال نفرجيهم توابع هاي الكواكب ليتعرفوا أكثر على أهمية المجموعة الشمسية، كواكب المجموعة الشمسية، أهمية علوم الفضاء والفلك. مو بس الهلال والقمر، أيضا الكواكب لهم دور، لهم وظيفة، لهم مهمة. جمالية رصدهم، المعلومات اللي بترافق رصدهم، نعم، كثير لها تأثير كبير. عالم الفلك لحاله عالم ممتع تماماً. يمكن وبيحمل كثير من التفاصيل يلي يمكن متعمق بهذا العلم بيقدر ياخذ الناحية الجمالية ويكتشف فيها. ولكن دكتور بعض الناس يمكن ما بيعرفوا انه يمكن القمر ممكن ما يكتمل ببعض الأشهر، خبرنا عن هي الظاهرة وليش بتكون؟ تمام. هلا القمر دائما القمر حتما بده يمر بأطواره، لكن لما يكون القمر بدر 100%، لما نقول 100% احيانا بيكون القمر بدر 100% بساعات النهار، اي ان القمر غير موجود في بلادنا لعندما اكتمل، وبالتالي لا يكتمل القمر في بلادنا، بيكتمل ببلاد ثانية ك 100% عم نحكي. هذا السبب بكل بساطة هو المدار الذي يأخذه القمر حول الأرض. هذا المدار يجعل القمر مو بكل لحظة، مو بكل ساعة مراقب أو مشاهد من منطقتنا. هذا الشيء بيخلي احيانا احنا ما نشوف الهلال، ما نشوف القمر المكتمل، ما نشوف بعض الظواهر على القمر، الخسوف، الكسوف، ما تظهر عنا، تظهر بدول اخرى، وبنفس الوقت احيانا ما بتظهر بدول اخرى، بتظهر بدولنا ببلدنا. فالسبب هو مدار القمر حول الارض. هذا المدار الاهليلجي المقفل، مشان هيك احنا بنشوف وجه واحد للقمر، هو بيسبب هذه الظاهره او بيسبب عدم رؤيتنا بشكل دائم. احنا نعتقد بالاعتقاد انه غير مكتمل. تماما، احنا بنعتقد انه غير مكتمل، لكن هو فعليا اكتمل، لكن مو بمنطقتنا، لكن هو اكتمل. اليوم التواصل المراصد مع بعضه وارتباطه بالشبكه كامله بيخلينا نشوف نحن وين بيكتمل القمر، وبنشاهد اكتماله، وبنشاهد جماليه هذا الاكتمال. القمر البدر يعني له خصوصيه، احنا بنشوفه سعلي بالعين المجرده بنحس بجماله. صح. لما يكون مكتمل وبنتغزل فيه نحن، فما بالك بالتلسكوب. تماما، يا فرح لو بتشوفوه بالتلسكوب، شغله ثانيه تماما، متعه متعه متعه. يعني لما نشوف أرض القمر، جبال القمر، وديان القمر، يعني أحيانا نقعد نرصد القمر بالساعات، نحن بنقعد عم يعني من باب المزح انه هي التقدير الجبليه اللي بيبني عليها بيت، هي الحجره ليش هيك كبيره؟ تفاصيل القمر تظهر بشكل واضح تماما بالتلسكوبات، وحتى التلسكوب الموجود عندنا في سوريا يظهر تفاصيل، حتى مو بس القمر، المريخ، زحل، حلقات زحل الجميله جدا، المشتري والعواصف عليه ايضا من المتعه مراقبته وهي عم تدور، الزهره واطواره. يعني فعلا صار في شيء ممتع، مو بس ممتع ومفيد، لانه نحن مستقبلنا بفضائنا، المستقبل البشريه مرتبط بالفضاء بشكل او باخر، والدليل الشيء اللي عم تعانوا منه اليوم، واللي عم تعاني منه الدول بمعظمها، او بالاحرى كل الكره الارضيه عم تعاني منه، اللي هي التغيرات او التبدلات العنيفه بدرجات الحراره. تمام. هذه الاضطرابات المناخيه اللي عم تحدث بالعالم سببها الإنسان، وحلها بتطوير تكنولوجيا علوم الفضاء والفلك. نعم. والحد من الاحتباس الحراري. فإذا اليوم عم يظهر أكثر أهمية هذه العلوم، عم يظهر للبشرية أكثر أنه نحن مرتبطين بمصيرنا مع هذا العلم. هذا العلم متعة، هذا العلم فائدة، هذا العلم مرتبط بشعائرنا الدينية، وهذا العلم يحمي مستقبلنا، وهذا العلم هو المستقبل البشرية تماما، موجود ومرتبط بتطور هذا العلم. نعم. بتطوير بالأحلى هذا العلم. نعم دكتور، هناك حالات من اقتران الكواكب، خلينا نقول اقتران الكواكب مع بعضها، شو تأثيرها، شو منعني فيها يعني؟ تمام. هلا عندنا حالة اقتران الزهرة مع المريخ، ولاحقا المشتري مع زحل، حيغاروا من بعضهم. الزهرة مع المريخ الآن ممتع جدا، أن يكون برقطة واحدة، برؤية واحدة، أن نرى كوكبين. ما معنى الاقتران؟ الاقتران معناته أنه لراصد على الأرض هناك كوكبين في نفس المكان،
وقريبين من بعضهم البعض لدرجة أن أستطيع أن أراهما بعدسة التلسكوب بنظرة واحدة، يعني بتطلع طلعة نظرة واحدة بشوف كوكبين. هي هي حالات الاقتران الجميلة جدا. الآن عندنا بهذا العام تحديدا محظوظين بالاقترانات، عندنا الاقتران الأول كان بين الزهرة والمريخ، جميل جدا كان، وارتبط مع هلال ذي الحجة. يعني تخيلوا نحن عم نحكي عن هلال ذي الحجة، ارتبط رصد هلال ذي الحجة مع اقتران الزهرة والمريخ، يعني صار عندنا هلال والزهرة والمريخ. فعلا كان يوم لا يوصف، كنا كثير سعيدين فيه وكان ممتع. القادم هو المشتري وزحل، وهما أجمل الكواكب يلي يتم رصدهم بالتلسكوبات، لأنه هنا عمالقة المجموعة الشمسية، أكبر كواكب المجموعة الشمسية، فرصدهم متابعتهم هي من أمتع الأحداث الفلكية اللي بتم رصدها. لاحقا بعد العيد 11 آب نحن على موعد مع أهم حدث فلكي هذا العام يلي هو مرور الأرض بزيل المذنب. هذا الاحتكاك مع زيل المذنب مع الغلاف الجوي سيولد ألعاب نارية في السماء ليلة 11-12 آب، هي هطل الشهبي. الهطل الشهبي حيكون من الساعة 12 ليلا إلى الساعة 4 فجرا. فينا نتأمل الشهب وهي عم تمر بالسماء بشكل ممتع بدون جدا. بدون تلسكوب هي بالعين المجردة. منجيب عدادة ونبلش نعد الشهب. بعض منا بيتمنى أمنيات، احنا تمنينا كتير بس الشهب الظاهر ما عم تحملنا تحقيق الأمنيات. بدنا عمل مع الأمنيات دائما، نعد الشهب، نوثقها، ندرسها، نشوف يا ترى في كرات نارية، في شيء كبير عن حجمه الطبيعي، في أصوات، منحط حتى أمواج راديوية نسمع، في تشويش على الإذاعات، ندرس هذه الهطل الشهابي بشكل كبير لنعرف حجم هذا المذنب وموعد مروره القادم وماذا سيحمل معه في مروره القادم. إذن حتى يعني مو بس مشاهدة ودراسة وتوثيق، مثل هلا ما عم نعمل، يعني اليوم يوميا نحن عم ندرس الشمس والبقعة الشمسية وطبيعة الشمس. يعني كلنا عم نشعر بحرارة عالية في بلادنا، طيب يا ترى الشمس فيها شيء متغير؟ هل يا ترى حدث انفجارات على سطح الشمس ولدت هالحرارة؟ هون كنا بدنا نسألك دكتور، إنه كتير تغييرات عم بتصير على سطح الأرض، منها يمكن الفيضانات اللي شهدناها بالفترة الأخيرة، وكانت من نصيب كمان ألمانيا قسم كتير كبير منها، كمان درجات الحرارة العالية اللي كل الدول كمان عم بتعاني من هذا الموضوع. شو تأثير عالم الفلك على هذا الموضوع؟ تمام، هي النقطة الحرجة الآن، النقطة المهمة جدا بالناس كلها بصراحة مهتمة بهالموضوع، هو ماذا يحدث؟ السؤال الكبير، شو صاير بالكرة الأرضية؟ شو صاير بالعالم؟ نعم. يا ترى المشتري قرب، الشمس شعلت غاز ثاني، شو القصة؟ الحرارة، الاضطرابات المناخية اللي عم تحدث غير طبيعية. نعم. أولا سلطنا الضوء نحن مباشرة على الشمس، درسناها لمدة طويلة، يعني من أول الصيف لليوم ونحن عم نتابع الشمس والبقعة الشمسية، عم نشوف يا ترى هل هناك تغيرات على سطح الشمس هي عامل من عوامل تغيرات درجات الحرارة. لاحظنا أن الشمس طبيعية تماما، ما في أي تغيرات على سطح الشمس نهائيا، حرارتها تمام ما تغيرت، البقعة الشمسية أقل من العادي، وبالتالي المفروض الحرارة تكون أقل من الحرارة الطبيعية أو الحرارة مثل هالأيام. إذن الشمس ما لا مذنبة، بريئة تماما. وين المشكلة؟ المشكلة لما قسنا غاز ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي، الأرقام يلي صدرت سواء عنا جمعية الفلكية السورية أو عن أي جهة عالمية بالعالم كانت صادمة تماما. نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي ارتفع لمستويات كتير عالية. هذا الشيء سبب مثل غطاء إضافي للأرض، فاحتبس درجة حرارة، صرنا مثل طنجرة البخار تماما. هذا هو يعني آسف للتشبيه، لكن هيك صار. صار عنا غطاء حجب، امتص أشعة الشمس، حجب انعكاسها، رفع درجة الحرارة في سوريا وفي باقي دول العالم. هاي الجبهات الحارة عنا دفعت، صدت الجبهات الباردة بالعادة تخفض درجات الحرارة عنا، مما ولدت فيضانات بدول مثل ألمانيا تماما. ونسبة عالية جدا من حالات الوفاة صارت بألمانيا، وارتفاعات وحرائق بكندا، بروسيا، شفنا. بالصين، وحرارة عالية جدا بمنطقتنا غير مسبوقة. هذا اللي رح نحكي عنه أو اللي حكينا عنه بحلقاتنا السابقة، ستشهد صيف قصير ولكن حار جدا. أنت خبرتنا عن هذا الموضوع، وكل ما هلأ نحس بالشوب بتذكرك يعني. للأسف هذا الشيء اللي عم يكون. وحتى سالي نحن تحدثنا سابقا إذا بتذكري أنه إذا ظل الاحتباس الحراري على ما هو عليه سنشهد غرق بعض الدول الأوروبية، وبدأت الدراسات موجودة. ألمانيا الآن تعاني مشاكل كبيرة، والخوف أن يمتد لباقي الدول الأوروبية إن لم يجدوا حلا
للاحتباس الحراري. الحل وين بدنا نلاقيه؟ بعلوم الفضاء والفلك، انه نحاول نلاقي طريقه لامتصاص غاز ثاني اكسيد الكربون من الغلاف الجوي، او نعاقب الدول يلي عم تبس كميات هائله من الحراره للفضاء وللغلاف الجوي، وخاصه على راس الولايات المتحده الامريكيه يلي انسحبت سابقا من معاهده باريس للمناخ، والان عم خلينا نقول عم تتباطأ بالعوده الى هذا المعاهده لحمايه الارض. فعلا نحن امام مشكله كبيره اذا ما اوجدنا حل. يعني لازم يلتقى حل، لازم العالم يتوحد، لانه الخطر كثير كبير وعم نشعر فيه. خلينا نحكي عن بلدنا هلا، خلينا نحكي عن سوريا ونخصص هذا الموضوع بالنسبه لدرجات الحراره. تحذيرات كثيره من ارتفاع درجات الحراره، لايمتى هذا الوضع رح يبقى؟ وكيف تتوقع الطقس رح يكون بالايام الجايه؟ وفق الارصاد الجويه دائما نحن وياهم على تعاون مستمر بهذا الموضوع، الحراره اليوم ما زالت بارتفاع حتى اخر ايام العيد، للاسف لا نفكر انه بعد هالموجه تضل ترتفع دكتور؟ تماماً، هلا مستقرة هي على الأربعينات، حيكون الشعور بالحرارة 42-43، هذا رح يستمر هالأيام حتى آخر أيام العيد، لا نتوقع بعد منها رح يجي انخفاضات درجات الحرارة، لا، الارتفاعات مستمرة. إن شاء الله. لا، للأسف هذا الطقس تماماً، الحرارة نحن بالصيف، وبالتالي نتوقع تماماً. أيلول شو وضعه؟ أيلول بده يكون أرطب شوي، بس ما حنتوقع إنه الشتاء حتبدأ بأيلول، حيكون رطب. مريح، مو مثل آب وتموز، لكن خلينا ندقق شوي، آب هو ذروة ارتفاعات درجات الحرارة ببلادنا، وبالتالي سنتوقع بآب درجات حرارة أيضا مرتفعة، وأيضا هذا الجو اللي عم نشعر فيه الآن يستمر بضع أيام، ولذلك لازم ناخذ حذرنا من موضوع الشمس. فعلا وزارة الصحة عم تحط على صفحتها بعض التوجيهات، فالتحذيرات كثير مهم إنه نتبعها، لأنه فعلا كلنا عم نشعر لما عم نتعرض للشمس بصداع، كنا عم نشعر بحالة من الخمول، كنا عم نشعر بحالة من التعب والإرهاق، هذا كله بسبب الحرارة اللي نحن ما لنا متعودين عليها بهذا الشهر. خاصة ببلدنا يمكن سالي ما كنا نحس بهي الحرارة الحارقة، درجات كثير عالية، وعادة نطلع على الساحل، لكن الساحل الآن ارتفاعاته أعلى ورطوبة خيالية كمان، رطوبة عالية جدا، فهون المشكلة كنا عم نهرب لمكان ثاني، هلا الحرارة عم تعم بلادنا بشكل عام كلها، فما في مهرب. يعني فرح حطت إيدها على الوجع، بدنا نطلع على الساحل بنلاقي رطوبة وهون شوب. خلينا نحكي السبب اللي صار، مثل ما قالت لك فرح، خلينا بتضلنا ببلادنا، يعني في سبب معين انه كمان الشتويه اجت قاسية، يعني نحن اذا بدنا نشهد على الشتويه السابقه اجت قاسية وهلا الصيفيه قاسية، ما كان مناخنا هيك، نحن كنا متعودين على الفصول الاربعه، كنا معتدلين المناخ، كانت العالم تجي لعنا يعني مشان هالقصه بالذات. للاسف لما عاد شفنا الفصول الاربعه عم نشوف شتاء وصيف. تماما. للاسف فعلا بنرجع بنقول بلادنا هي خلينا نقول داخليا نسبيا تعرضها اقل من دول العالم، لكن للاسف عم تتجمع فوق منطقتنا موضوع الجبهات الحاره، هذا الشيء اللي عم ياذينا بشكل اكبر، الجبهات الحاره ووجودها في منطقتنا عم يرفع درجات الحراره، غاز ثاني اكسيد الكربون، خلينا نقول ايضا في عوامل ثانيه اللي هي مثلا استخدام الوقود الاحفوري اللي البنزين المازوت، هذا كله عم يساهم بتغيرات المناخ. بلادنا اليوم نسبه غاز ثاني اكسيد الكربون فيها كل هذا سببه الانسان بطريقه او ثانيه، صحيح 100%. هلا غاز ثاني اكسيد الكربون عندنا بسوريا بمرحله الخطر، لكن ليس الاعلى بين دول العالم، المكسيك، البرازيل، امريكا، الصين، الهند نسبتها اعلى بكثير من عنا، لكن نحن عنا بالنسبه لبلادنا المفروض ندرس هذا الموضوع بشكل ادق ونحاول نوجد حلول لهذا الموضوع، لكن للاسف موضوع تحديدا المناخ ما بيمشي الحال دوله لحاله، بده كل الدول تجتمع لتحل، لانه انا اذا خففت عندي ودوله جوار زادت بده يجي لعندي بالنهايه، فبدها تعاون. لا يمل من الحديث معك استاذ محمد، دكتور محمد العصيري، يعني نحن دائما بننبسط بهذه الفقره لانه فيها من الطاقه، يعني شيء كثير كبير. اضحى مبارك، شكرا لوجودك. كل عام وانت بخير سالي فرح، ولكل مشاهدينا الكرام ولكل بلدنا الحبيب، كل عام وانت بخير. بألف خير دكتور.